إلى موضوع مهم وظاهرة غريبة أقلقت الآباء والأمهات. دراسة توصلت لنتيجة مثيرة بشأن سن البلوغ للفتيات. لفتيات هذا الجيل يبلغن مبكراً ودورتهن غير منتظمة مقارنة بالأجيال السابقة. الدراسة أجريت على آلاف السيدات والفتيات وأصابع الاتهام بحسب الأطباء تشير في المقام الأول إلى السمنة. تفاصيل أكثر من واشنطن ومراسلتنا هند إبراهيم. دقائق الساعة البيولوجية لدى الفتيات تتسارع كاشفة عن تحولات مقلقة في الصحة العامة للمجتمعات. فقد أظهرت دراسة نشرتها جمعية الطب الأمريكية انخفاض متوسط العمر عند بدء الحيض، في حين طالت المدة التي تصبح بعدها الدورة الشهرية منتظمة. وبحسب بيانات لأكثر من 70,000 امرأة في الولايات المتحدة، فإن الحيض في سن 11 زاد بنسبة 7% خلال العقود الخمسة الماضية، وارتفعت نسبة الفتيات اللاتي يبلغن قبل سن 9 إلى الضعف. وتعزو الدراسة هذا التغيير إلى عوامل عدة مثل النظام الغذائي والنشاط البدني والتلوث البيئي، لكن السمنة هي المسبب الأساسي، خاصة وأن البلوغ يعتمد جزئياً على تراكم كمية كافية من الدهون في الجسم. وتفيد الدراسة أن عوامل أخرى مثل الضغوط النفسية والاجتماعية تلعب دوراً في هذا التغيير أيضاً. ويرتبط الحيض المبكر وعدم انتظامه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والوفاة المبكرة. ويرجع ذلك إلى التعرض لفترات طويلة لهرمون الأستروجين، ناهيك عن زيادة خطر التحرش والاعتداء على الفتيات لأنهن يبدن ناضجات وإن لم يكن كذلك. يحذر الخبراء من أن هذا التغيير في صحة النساء قد يؤثر على الحياة الإنجابية ويؤدي في بعض الحالات إلى العقم. لصباح العربية من واشنطن، هند إبراهيم. شكرا هند، ورحب في الاستوديو بأخصائية أمراض النساء الدكتورة هالة يونس فقيه. يسعد صباحك دكتورة هالة، وأيضا زميلتنا راوية رح تشاركنا في هذه الفقرة. إذا على حسب الدراسات من جامعة ميشيغان يقولوا إنه البدانة هي في سن مبكر تؤدي إلى البلوغ المبكر لدى الفتيات، طب هل هناك أسباب أخرى؟ أوكي، البلوغ المبكر لازم أول شيء نفهمه حتى نقدر نفهم أسبابه ونفهم شلون يصير. فخليني يعني أسألك، أنت برأيك إذا عندك بنوتة حلوة بأي عمر تبدأين تقلقين وتعتبري هذا بلوغ مبكر؟ يعني إذا شيء 10 سنوات حب 10 تعتبري قلق؟ أنا أعتبره قلق لأنه في جيلنا والأشياء السابقة يعني كانت سن البلوغ المتوسط ما بعد 12 سنة حتى 14 سنة. أنا والله سنة. لا أتفق معك يا ريم، يعني أنا بفكر بوالدتي وجدتي وخصوصا احنا في منطقه الشرق الاوسط بنبلغ البنات عندنا بيبلغوا قبل بكثير مثلا من في اوروبا من 9 سنوات في نعم. هي هذه الفكره انه الناس كلها تحكي انه بده يصير بلوغ مبكر بلوغ مبكر، لازم نفهم انه كمصطلح علمي او كبلوغ مبكر احنا نعتبره قبل 8 سنوات. قبل هذا مبكر، هذا لما يكون انه حاله نادره انه نعتبره فعلا حاله مرضيه ولازم نبحث عن الاسباب، وهذا اللي نبغى نركز عليه بالضبط. الناس انه
10 يعتبروه ما لا يقلقون الأهل ويخافون. بس في حالات أصبحت كثير قبل 8 سنوات وفي 8 سنوات يعني. لا زالت هي أكثر من قبل بس هي لا زالت نادرة الحدوث يعني واحد بالألف أو أقل. لكن اللي دي يصير إنه متوسط الأعمار بالنسبة يعني الأعمار اللي دي يصير بيها البلوغ الشائع بمعظم البنات هو اللي دي يتقدم. يعني إذا كان قبل قرن تقريباً المتوسط الأعمار 15.5 مظبوط هسه تقريباً 12.5 فالدراسات أثبتت أنه تقريباً كل 10 سنوات دي يتقدم متوسط الأعمار 3 أشهر. ليش؟ نعم نبغى الأسباب يعني أكيد هناك كثير أسباب خارجية. الأسباب المرضية هي ما راح تتغير لكن اللي عندنا أنه اللايف ستايل هو اللي بدأ يتغير عندنا الأكل الحياة رذم الحياة كلها عندنا تغير. فحتى نفهم الأسباب افهمي المحور اللي دا يأثر بالجسم شلون دا يصير البلوغ وشلون دا يبدي البلوغ. احنا عندنا الغدة النخامية غدة ما تحت المهاد قبلها تأثر على الغدة النخامية هاي بالنسبة للدماغ يفرزون هرمونات يأثرون على المبايض وراها يبدأ بس توصل بنية مرحلة البلوغ يبدأ تأثير هاي الهرمونات على المبايض وتبدي الدورة. اللي دا يصير انه اي مرض او اي عارض ممكن يتعارض ويا هذا المحور هو اللي دا يؤدي الى البلوغ المبكر. مثل شو؟ مثل مثلا البدانه يعني كاسباب مرضيه مثل اسباب نعتبرها مركزيه اللي لها علاقه بالدماغ مثل الاورام وغيرها امراض الجهاز العصبي هاي بحث اخر هذا الموضوع لان هذه يعني نحكي عن الاسباب العاديه بس خلينا نحكي على اللي دا يصير بالوقت الحالي. الهرمونات الأنثوية دا تتأثر بالأكل ودا تتأثر بالسمنة اللي هي واردة هسه جدا بشكل كبير لأنه في معظم الثروات الحيوانية حاليا دا يستخدمون الهرمونات اللي ممكن أن تزيد لي الهرمون النمو هرمون تأثر على هرمونات الأنثوية وتسبب بلوغ مبكر. هل الوصل ما بين موضوع مثلا اللايف ستايل البدانة لما يصير في عدم توازن في الهرمونات في جسم البنت يعني ويؤدي إلى بلوغ مبكر هل الموضوع يتعلق بهرمون النمو تحديدا ولا الهرمونات الأنثوية أو هرمونات مختلفة مش بس هرمون النمو؟ لا هي مو مشكلة هرمون النمو. احنا قلنا اكو هرمونات تجي من الغدة النخامية هذه الهرمونات لما يتأثر هذا المحور راح تؤدي الى افراز الهرمونات الأنثوية اللي هي الاستروجين بالبنات من المبايض. اللي يصير مثلا ان اذا جت هرمونات خارجية راح تتعارض ويا هذا المحور راح تؤدي عمل الهرمونات اللي هي احنا واقفة عند الأطفال بالضبط هي بالطبيعي انه هذا المحور واقف فهي دخيلة راح تعمل الخارج. عمل الهرمون اللي راح يجي من الدماغ راح تحفز المبايض وراح تؤدي الى اذا نقدر نقول انه الغذاء الاكلات المصنعة البدانة لها علاقة ولكن هناك في اسباب اخرى ايضا بحسب الجمعية الاوروبية لطب الغدد الصماتة تقول انه ايضا التعرض لضوء التابلت الاجهزة الذكية هذا بيأثر على هذه الهرمونات وأيضا استخدام مستحضرات التجميل في سن صغير جدا للبنات فيها مواد كيماوية تؤثر على هرمونات البنت. هذه الملاحظة لاحظوها بوقت الكوفيد. من صار الكوفيد الأطفال كلهم قاعدين بالبيت وصارت حتى الدراسة أونلاين فصار تعرضهم للآيبادات ولضوء الآيباد أكثر. نعم. اللي صار هو مو بس إنه تعرض الآيباد هذا راح يؤدي إلى يأثر على إفراز الميلاتونين بالتالي يؤدي إلى السمنة أيضا. الجلوس لفترات طويلة يعني معدل الوقت أكثر من 7 ساعات يجلس أي بس إحنا ما بنتكلم على السمنة الآن لا يعني الضوء الإشاعات هذه وهذه اثنيناتهم عملوا سوية كعوامل شافوها يعني مو مشكلة بالكوفيد هي المشكلة بالضوء اللي تعرضوا له مشكلة قديه منتشرة هاي المشكلة قديه لازم نقلق منها وشو ممكن نعملها أصلا يعني كيف ممكن منتشرة يعني إذا نحكي إحنا عالميا متوسط الأعمار دي يتقدم هي هذه على المدى البعيد نعم. يعني انت بعد كم سنه باي عمر راح يبداون يبلغون 5 سنوات يعني معقول هي لازم يفهمون تبعاتها فيها تبعات لما يصير بلوغ مبكر الهرمون البنت بدها تتعرض للهرمون الانثوي بوقت مبكر حتما هذا يؤدي الى امراض بالمستقبل بل هل هذا برضه ممكن يؤدي الى بعض المشاكل النفسيه مثل الاكتئاب وغيره اذا بلغت في سن مبكر هي امراض نفسيه وامراض جسديه يعني مو سهل انه طفله
قريناتها بالمدرسة كلهم ما عندهم المؤهلات اللي بعدها هي لا تبدو كامرأة وبدت تنضج. وهي كمان ربما كمان يعني قبل ما ننهي يؤثر كمان إذا صار سن البلوغ أبكر سن الوصول إلى انقطاع الطمث أيضا ممكن يصير أبكر كمان مع الوقت. بس احنا اللي يهمنا احنا الامراض اللي ممكن تتعرض لها يعني الامراض ممكن احنا نسيطر عليها بس العامل النفسي ايضا جدا مهم. صعب طبعاً. الدور هنا يجي على نشتغل على الاهل اكثر. طيب. توعية الاهل اكثر لان مهم جدا ان الام تعرف شلون تتعامل ويا بنتها. بالفعل يعني موضوع وجب تسليط الضوء عليه. شكرا لك دكتورة هالة مندر، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.